بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا. الآن إن شاء الله نزور بحول الله وبركاته من لدن بعض آيات من سورة البقرة. قد تناولنا بالدرس فيما مضى، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون، أي آل الكتاب ومن يدعون الإسلام، إن الذين يبدأ ساكت وساكت على الحق في الآخر، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليل، ما هو يبيعوه كرطيس، يعني بعض مقاطع من الآية سواء كانت التوراة أو الزبور الإنجيل ويبيعوها ثمن بخس. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليل، أبي البري il troque cette fraction de tirée de son contexte. ما أيوة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك حصرهم ربي بالضبط، أو مش عملت أو مش طبعا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أخي بيعان أجزاء من الكتب سابقا القرآن كانت على بيه أمور مقدسة وشي فسد، يعني نوع من ليزيون بالطب، اللغة الطبية يعني الأذى، يعني تحور، يعني تختار شيء تبقي مسموع وتبقي شيء تقو مقابل له. شكر ربي بشأن هؤلاء الكلاب، وقلنا نظلم الكلاب حين نصف هؤلاء الأنذال بالكلاب. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، قالك ما يأكلوا اللي قال يطب الكل واللي تكتب فيه يا الكتاب صاينة وكنائس فاسدة بالعموم. قلنا صاينة لأنه هذوما لعبوا باليهود اللي يرسل التأثير فيهم. قالوا أنتم راهو وعدكم ربي يا يهود بالأرض المقدسة، وأنتم خير الأمم، وأنتم مفضلين على من سواكم. مش في بالهم اللي بيصدقوا، وهذا هم الأذن يسمع ويصدق، هي من العمق أن تسمع وتصدق. إجت الفكرة الشيطانية ومشت، بما أنه مطبيعتهم استنوا بالخلاص، وطبيعتهم طمع في الدنيا وسيطروا على من سواهم، فلا صدقوا. قاوة حكاية ماشى مع يخون في أنفسهم وفي الدلة والمسكن، يهود إلى صحيهم الدلة والمسكن إلى من رحم ربنا. فما من شر الدين سيدنا موسى عليه ما زال ولو كان. على كل حال رب يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، حتى ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أزاحوه وكتموه، لأنه ما يساعدهمش حاجة كما ذيك، لأن تعني أنه مش تتزع منهم الأمانة، أمانة الرسالة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك، يعني تروك أفيد بري، أولئك ما يأكل في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذه خزي وعقاب من الله، لا يكلمهم لأن لا قيمة لهم عند الله، بل ربي يمقتهم ويذلهم ولا يكترث بوجودهم يوم الحساب، ويكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يتهرج خاطرهم المفسدين فاسدين صديق، كما تقول انت يسون دي كورومبي كوربتور، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اي لو صار صار كومون ديريز اتيب دو دولور افرويابل انتوليرابل كيك شوز دي نيفاد، اون بو با لو ديكريب. نسأل الله السلامة.